أهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. كي تحدثنا بإطناب عن المنتخب الوطني التونسي، الآن ما نعرفش ناصر تفاعلت برشا مع التقرير كثير نتاع لمين يعمل في البوكس، تبارك الله عليه مازال خميس رفاعي والله تبارك الله عليه. أي ما نجمش يقعد في المسرح ويعمل الوان منشوم إذا ما يكونش معناه فيزيكمون حاضر وعلى استعداد بدني وذهني، وهذا اللي لازم يفهموه. راهو أي إنسان يحب يعيش حياة سليمة يلزم يعمل سبور مهما كان. ما عرفتش شكون معاه، شكون كان خميس رفاعي. خميس رفاعي البطل الكبير في الملاكمة، وإن شاء الله ترجع الأيام الزاهية نتاع الملاكمة التونسية، لانها وبعد عندنا تحقيق طريف على مستوى الملاكمه. لكن قبل هذا ربط مباشر مع السيده سيرين مرابط رئيسه الهيئه التسييريه لفريق الملاسين. فريق الملاسين من الفرق العريقه في الكره التونسيه، تدحرج الى اقسام سفلى ويعيش حاله صعبه جدا. تلخص الوضع نتاع هذا الفريق طبعا التحقيقات اللي مرناها في اكثر من مناسبه، واللي منطقه كما ملاسين تعيش صعوبات كبيره جدا. اذا مرحبا بك مدام سيرين مرابط، اهلا وسهلا. يعيشك، مرحبا بكم، مرحبا بالساده المتفرجين الكل. اذا امراه اخيرا في ملاسين تتراس فريق الاولمبي للنقل، كيف جاءت الحكايه ومن اين انطلقت طبعا الروايه ان صح التعبير؟ الحكايه جات تشجيع من زوجي نبيل بوعزي. عرفنا اللي النادي الاولمبي للنقل يعيش في صعوبات اللي كنت تحكي عليها، صعوبات اكثرها ماديه وغالبتها في الوضع الاجتماعي للمنطقه ككل. دونك اقترح عليا علاش ليه ما نشدش انا رئاسه الجمعيه بمساعدته هو، وان شاء الله يكون نكون وجه خير على الجمعيه ان شاء الله. كيفاش جاتك الجراه مدام سيرين انك باش توصل تتحمل مسؤوليه رئاسه فريق يعيش صعوبات كبيره موجود في منطقه شعبيه والملفات المتراكمه عديده وعديده؟ منين باش تبدا؟ الجرأة جاتني من عملي الميداني، أنا نخدم ناشطة في المجتمع المدني، دونك نتعامل برشا مع الأحياء الشعبية وخدمت معاهم في الكونفينمون، ديجا عملت 24 ولاية في 19 يوم، نعرف الوضع الاجتماعي للبرشا عائلات الغاديكة في الملاسين، دونك سي بور سا جي فرونسي، خاطر عرفت اللي معناها الملاسين لازمها واحد يعرف الوضع الاجتماعي نتاع السكان الغاديكة، على خاطر النادي الأولمبي للنقل ما لازمناش نتعاملوا معاه كجمعيه، لازم نتعاملوا معاه كان مود دو في، على خاطر هو المتنفس الوحيد لاولاد المنطقه الغاديكه. هذا الوصف انت توا كانك طبيبه واعطيتنا الوصف للحاله الاجتماعيه الصعبه لمنطقه ملاسين ولفريق الاولمبي للنقل، لكن شنو هي وصفه الدواء بالنسبه لك انت اللي باش تحاول تلقاها لانقاذ الفريق وانقاذ شباب جهه كامله؟ أهم حاجة توا للجمعية هي ضخ الموارد المالية. أهم حاجة اللي تنقص الجمعية الفلوس، خلينا نقولوا هذايا معناها كارت يختابل، اللي ينقص الجمعية هو السبونسورينغ، هو لي سوبفونسيون اللي تنجم تخلي لي جوار، تخلي الستاف تكنيك يخدموا في أريحية، ما يقعدش يخمم هو على شهريته باش يخلص ولا لا، يمشي في الأليم مريقل بعديك في الروتور ما يلقاش روحه، جوار كي تضرب يبدا يخمم على الكلينيك اللي باش يرقد فيه، على الكيني اللي باش يتبعه. دونك نحن هذايا آخر مشكلة عندنا، انه باش ندخل الموارد الماليه خلاف التأطير اللي باش يصير ان شاء الله للجمعيه. ناصر بدوي تفاعل على المباشر. عجبتني برشا بالثقه اللي تحكي بها، معناتها ظاهره انسانه ملمه، بنت التيران، معناتها مهم برشا ان انسان يخدم في التيران يلقى روحه في وضعيك من هذه. انا نحييك على الشجاعه نتاعك، بوركوا با راه تنجم تنجح بالعقليه هذه وبالاسلوب هذا وبالتفكير هذا، عندك امكانيات باش تنجح. الكره ما فيهاش علم، اطر روحك بناس باهيين باش يعطيوك اضافه، وان شاء الله ترجع الملاسين للبلاصه اللي تستاهلها. قوبانتين صحيح، برافو عليها الشجاعه نتاعها، خاطر ان شاء الله يا ربي عايش حي شعبي وصعيب برشا. تذكر عاد الملاسين كانت تاخذ 700 مليون دينار من رئاسه الدوله، من الشركات الوطنيه للنقل، وحتى رئيس الدوله كان وقتها دونطوي يعطي منحه تشجيعيه بصفه خاصه، كان الرئيس عنده عطف على الملاسين يعطي. اليوم منطقه كما الملاسين وترأسها اليوم امراه محلاها وتبارك الله عليها،
معناها ان شاء الله ان شاء الله المؤسسات الاقتصاديه ولا حتى الدوله تدعم هذه المنطقه اللي نحبوا نرجعوا نشوفوا السيوتي اللي نعرفوها. في انتظار أن تدعمها الدوله ماديا وخاصه المؤسسات والشركات الوطنيه، احنا اكيد ندعموها معنويا، وحبينا نشكروك على هذه الشجاعه، على هذه المبادره، ومرأة صنديدة بالفعل سيرين مرابط رئيس الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي النقر، مشكورة جدا. حبينا نسلط الضوء على هذا الحدث في حد ذاته، لأنه امرأة في منطقة شعبية تتحمل مسؤولية فريق يعيش مشاكل عديدة ومتعددة. إن شاء الله نزوركم على عين المكان ونقوم بريبورتاج يليق بجهة الملاسين وبفريق الملاسين وبفريق طبعا الأولمبي للنقل. مشكورة جدا على كل هذه المعلومات. نبقى مع المرأة، تحقيق طبعا عن الملاكمة، جميلات لكن ملاكمات. أي جماعي لبيب فاطمة وأحمد عباس في هذا التقرير. البوكس والجميلات ثنائية، كيف تطرحها يتبدل للأذهان أفكار مختلفة عن العنف، القوة، الخشونة وغيرها. فما شكون يرفض فكرة أنه المرأة تمارس رياضة الملاكمة على اعتبار أنها تلغي الجانب الأنثوي وتقتل جانب النعومة في النساء. من جهة أخرى، توجه النساء في تونس اليوم لممارسة الملاكمة بمختلف أنواعها خلتنا نتسائلوا هل أنه صحيح الرياضة هذه ما تناسبش المرأة؟ مالوغوزمون احنا توا في تونس نشوفوا اللي المرأة التونسية ياسر قاعدة تتعرض للعنف، دونك لازمها تتعلم أموال تدافع على روحها، دونك أموال ميم سي حتى قدام عبد أقوى منها، أما عندها لي تكنيك دو باز باش تنجم تدافع على روحها في الطريق في الشارع، لا قدر الله براكاج حاجة، دونك يلزم المينيموم. En plus, le kickboxing, c'est un défoulement anti-stress, à part l'hormone ou quoi, qui fait le stress de la vie. فما جماعة متعدية بحذاهم قال لي قطوس ولا حاجة هكا، غزلوا صاحبه قالوا إيه ريدي أخي ما تعرفيش هذيك شكاو، حتى تمشي في الشارع تمشي مرتاحة كما أنا ما يدور بيا حد. حتى في لي رولاسيون معناها بين المرأة والراجل، يسمع بيك تترنى في الكيك بوكسينج ولا في البوكس ولا حاجه ما عادش يخدم فيه، يولي يخدم مخه، فهمت؟ ولي ديريكت يجي يخطب من الدار. نجم تكون طفله محليك مزيانه فينو نجم تدخل ترينا بوكس عادي. الكيك بوكسينج ديجا هو سبور دي كومبليمون متكامل برشا، فيه كل شيء، فيه تنجم فيزيك سانتي نتاعها، تنجم اي امراه تنجم ترانيه. اللياقه البدنيه وتعلم مهارات الدفاع عن النفس كلها اسباب تخلي النساء اليوم يتغرموا بالملاكمه اللي تنجم توصلهم لاحتراف اللعبه، وهذا امر وارد، لكن انك تكون بطله محترفه وتنجح باش تكون ام وزوجه فهي معادله صعيبه تتطلب عديد التضحيات. نجحت في فك شفراتها مريم زياني بطله ومترشحه للالعاب الاولمبيه. عبد كي بدا يعمل في حاجه يعشقها مش حتى يحبها، معناها تولي تضحي بكل شيء حتى التعب تنساه. انا كي نتذكر البوديوم نتذكر اللي انا خاطر ريت كي تهز ضربوا البلاد ريت الكل تنساه. قوم الخمسة الصباح نعمل قهوه راجلي، نحضر ساكي انا، نحضر الطفل باش نهزوا للروضه، نمشي نهبط من الدار نجري نعطي ساكي لراجلي يمشي هو، خاطر هو يخدم في نفس البلاصه اللي انا ترينا فيها، دونك يهز لي هو الساك في يده ونمشي انا نجري من داري من سكر المنزه ونترينا، وبعد نروح مع حكايه العشره نتعدى للطفل نعطيه قوتي نمشي له للروضه نحضر لنا ساكي ونعاود كيف كيف ونهبط كان عندي حاجه باش نقضيها في الدار، وبعد نعاود نهبط باش نترينا العشيه وكيف كيف نروح قريب السبعه بالنقل وبالكار، وتزيد تمشي على ساقيك خاطر بلاصتنا بعيده شويه على الكار، نوصل حكايه السبعه ثمانيه كهو. مريم لقات الدعم من زوجها اللي هو مدربها الشخص. ضحي خاطر نعرف انا لعبت السبور ونعرف شو اسمه يضحي، ونعرف سلتو مريم قد ايه متعلقه بالسبور نتاعها قد ايه تحب توصل، ديما شيخين علي اصحابي ولاد خوتي تخاف منها بوكسور انت بطلت وهي مزات بوكسي ترمي فيها بشكل قلبك بدهم شيخين. مهما كانت النظره لممارسه المراه لرياضه الملاكمه فانه جميلات تونس لا يعرفن المستحيل في كل الميادين. تحقيق طريف يؤكد ان المراه قادره تمارس كل الرياضات، هكا ولا نصر؟ هذه هي المراه اللي نحبوها واللي بالحق مره اخرى تاكد المراه، معناتها شفنا توا
رئيسة السي وي تي معناتها كانت تحكي معناتها بثقة كبيرة برشا، واليوم نشوفوا النساء نتاع تونس معناتها كيفاش يعملوا في تضحيات كبيرة ما بين عائلتهم وما بين المهن معناتها الحاجة اللي يحبوها واللي يتمناوها يمثلوا تونس. وتقول لك الرأي الوطنية أنه اليوم أنا بدلت اللغة نتاعك كيفاش؟ بدلت اللغة نتاعك بوكسيرات هذو. لا حاجة مزيانة برشا، أول حاجة فما حاجة اللي مهمة برشا اليوم في البركاجات اللي نشوفوا فيهم، حتى كان من ناحية الشخصية معناتها سمعت برشا 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 ناس اللي وبرشا نساء تحكي أنها قادرة باش تحمي نفسها، تحمي روحها وحاجة مهمة برشا. أنا بالحق نحييهم برشا، هذوما راهم نساء تونس الحراير اللي بعض الناس قالوا فما نساء ما يمثلوناش، لكن هذوما هما شكون تقصد؟ نقصد اللي قال فما توانسة فما نساء اللي ما معناتها ما همش ما يستاهلوش المكانة. راهي التونسية هذيك هي اللي تناضل من الصباح لليل واللي تخدم وتضحي في كل شيء. الكبير بكيكا سامي، هو انت ما حبيش تسمي؟ لا تحب نسمي على مريم الدباغ تنسميها ما عندك جاموسي طلع غنيه. على كل حال سامحني أنا... جاموسي طلع غنيه نساء، الله يفضل النساء. مش غلط قد نشوف اليوم نشوف انت انت ما فهمتش في الفيتير والله بالحق. اي صوره يسال فيها وين القاعه انا سالتك وين قلت في الكرم في حومج ما بديش بيهم مش تعمل طله معناها تعمل طله اكيد واضح. الان نتحدث عن هجره اللاعبين التونسيين الى مصر، عنوان الفيتير هذا التحقيق طبعا تحت عنوان موسم الهجره الى مصر. أربعتاش اللاعب بالتمام والكمال يتجهون ويشدون الرحال إلى مصر، أكيد حتى حد ما كان يصور أنه البطولة المصرية ستكون وجهة اللاعبين التونسيين. ماذا يقول المدرب الوطني عن هذه الظاهرة؟ صحيح كما تقول أنت ولات وجهة العديد من اللاعبين التوانسة ومشاو يحترفوا في الدوري المصري. نجاح علي معلول وفرجاني ساسي حل الباب، علي عمل دي بيرفورمانس كبيره، فرجاني زاد كيف كيف خلى اللي كانوا ولا تفهم ثقه كبيره في المعدن نتاع اللاعب التونسي. اليوم النيفو نتاع الشامبيونان نتاعهم محترم، عندنا نتمناو اللي كانوا الملاعبيه تكون هذه ايتاب بوكو با باش نمشيو بعد الدوريات ما اكبر، لكن المشاكل اللي موجوده في الدوري التونسي من الناحيه الماديه من ناحيه الانفراستركتور خلت اللي كانوا العديد من الملاعبيه يمشيو للي شامبيونا اللي فيهم اكثر انفراستركتور واكثر فلوس. فريد طبيعة الحال بون قبل كانوا فما بعض اللاعبين التوانسه لعبوا في مصر كما نسب جلبان كما يام بن زكري البعض، ولكن الفتره هذه المسؤولين في الاتحاد المصري مش في الاتحاد المصري النوادي المصري النوادي المصريه امنوا اكثر بالملاعب التونسي، وهذا شفناه طارق بكشي ما كانش مخير اللاعب التونسي في ظل الوضع اللي قال عليه المنظر الكبير على المستوى المادي عدم وجود رواتب الانفراستركتور اللي تشوف فيها، في حين في مصر صراحه ملاعب موجوده اماكن تربصات وتدريبات معناها شيء غير عادي، يعني ممكن من العوامل اللي شجعت ثم نجاح التجربه نتاع معلول والفرجاني الساسي تشجع اي لاعب باش يلعب في البطوله المصريه، خاصه انه ثم ثلاثه نوادي مصريه في الفينال اليوم، عندك الاهلي والزمالك في رابطه الابطال وايضا بيراميدز وصلت في كاس الكاف. اكيد المستوى اللي قدم فيه علي ولا فرجاني ساسي فتح البيبان بالقدام الملاعبيه التوانسه، والنقطه اللي اثارها منظر تويكا مش اللي افاضت الكاس لا صحيحه 100% خاطر انا نقول فما ملاعبيه هربوا من الشامبيون تاع تونس، هربوا من كور تونس من الاجواء، من كلش كور تونس من الاجواء العامه اللي موجوده في الفرق من مشاكل ماديه وانفراستكتور اي تو سا دونك. ويزمك تشوف طارق كان معنا في الكوب دافريك الاخرانيه، لازمك تشوف علي معلول رغم اللي ما كانش معنا موجود وفرجاني ساسي الشعبيه اللي عندهم في مصر معناتها ما قد ما من شعبيه كاس شعبيه كبيره شعبيه كاس شعبيه كبيره. انا نمشي في منحى اتصالي اكثر لانه بطوله تصنع النجوم ومصر نعرفه نحن حتى في السينما ولا في الفن ولا كل شيء. اليوم نشوفه انه علي معلول وفرجاني ساسي اكثر من مجرد لاعب، اليوم صناعه نتاع نجوم كبيره. فما حاجه اخرى من كل العباد زاد كل واحد والايديولوجيا نتاعو عادل كل واحد كيفاش يخمم، لكن حقيقه لا مفر منها انه النظام المصري هذايا حاط انفستيسمون كبير برشا في كره قدم.
كل نظام سياسي حر هو كيفاش يوجه اختياراته، لكن استثمر في الرياضه ولا استثمر في الرياضه فمع اعتمادات كبيره، والجوار التونسي في 29 ولا 30 عام مسالف 500 مليون في عند الفريق نتاعو، من حقه يخمم في كاريره ويشوف نهايه محترمه جدا لمسيرته. حتى حد تحكي عن النهايه طارق، حتى حد ما كان يتصور ايضا النهايه ستكون على هذه الشاكله، بوغطاس من اللاعبين اللي خرجوا من نجم الساحلي وشدوا رحال الى القاهره. قبل شد الرحال كان معه هذا الحوار اجراه عزيز الجبالي لبيب فاطمه ووليد الريحي. على 15 سنة اللي شجعوني فيهم، إن شاء الله ما نكونش بخلت على المرير اللي كنت لابسه بحتى قطرة عرق، إن شاء الله يجي نهار وكيفاش يقولوها يعني كان ساهل ربي ورجعت ولا ما رجعتش، باش نقعد راني محب وفي للنجم هذا الساحلي. وماني ناسي الأيام زينة معاك، وماني ناسي العالم كله بغاك، صدمة في كل مدينة، صدمة في كل مدينة، حلوا لنا البيبان، وردوا نديبولي كازا تريبولي بريكات في كل مدينة، ديما وين ما تروح الحمرا من جيرها بالدم والروح أربعة لجيرها. إذن بوغطاس من اللاعبين اللي شدوا الرحال كما قلت إلى القاهرة، وبرشا انتظارات من اللاعبين التوانسة وبرشا حديث عن هذه الهجرة الجماعية. أنا غزلت الناس لكن باش نبدا بنزار. هجرة جماعية صحيح، ولكن الصحيح هو هروب من الواقع، الواقع المر التونسي. أغلب اللاعبين وقت تكلمنا معهم وشفناهم علاش مشاو الكلهم على خاطر معناتها تأزموا من الحالة اللي موجود عليها تونس اكتوالمون،
معناتها الكل مش خالصين من حالة الإفلاس اللي عليها الجمعيات. الجمعيات الكل معناتها هذايا خلاهم باش يهاجروا لبرا رغم المهاجرة نتاعهم مش بالطريقة اللي تتخيلوها أنتم فلوس خارق العادة، لا فلوس أقل من تونس ولكن مضمونة. هذيك هي أهم حاجة اللي مركزين عليها ملاعبية، ولكن مش الهجرة كان في الـ في الـ في مصر، حتى في السعودية راه عندها 56 ملاعبي في السعودية، عندها 14 ملاعبي في في مصر، ليزونترنور عندها 31 انترنور في السعودية. معناتها باش تشوف اللي الإمكانيات الموجودة توا حاليا في تونس ما يخليوش الناس باش تنجم تخدم كما ينبغي في تونس، وهذاك علاش ثم الهجرة، ناس تحرق أوترومون هما يحرقوا معناتها أوفيسيالمون. أرقام هامة قالها نزار، تعليق عليها. والله فاجئني ما كنتش نحسب الكلمة. عرفتك جئت على ذيك سألتك السؤال. أي بالحق هذا فخر للتوانسة الكل، وأنا اللي حس في نفسي يا عادل وقت نسمع أبو غطاس يقول لك أنا تسلمت مستحقاتي، معناها معناها حقه سلموا باش يمشي يلعب في بطولة أفضل أفضل، تنقل لكم علاش من بعد أفضل، وكما قلت أنت انفراستركتور ما شاء الله، وهذا ممكن باش يرجع بالنفع للمنتخب، ممكن من اللي جوار هذوما اللي باش يكونوا بلي كومبيتيتيف ممكن منظر تفرز منهم لاعبيه اللي ممكن تفكر فيهم باش يكونوا في المجموعه، وهذا هو اهم حاجه اللي باش يلعبوا في شامبيونا قوي. ناصر انا عجبني زياد في الديسكور نتاعو، معناتها بالحق اللي يمكن خلى فلوس في النجم الساحلي لكن انتمائه للنجم معناتها فيه برشا محبه، وهذا اللي مهم معناتها بالرغم انه ملاعب النجم كان مجبر على الخروج. اي مثالش ما يقلقش في نهايه الامر يقول لك انا ضحيت بفلوسي وخرجت وعملت شوا نمشي نلعب على روحي، يعطي الصحه على الديسكور اللي عمله. حق نتعرف يعطي الصحه. نهائي القرن بين الفرجاني ساسي وعلي معلول الاهلي يتبارى يوم الجمعه القادم ضد الزمالك المصري، لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية زوز فرق من نفس البلد في نهائي مثير جدير بالمتابعة. مزيد تفاصيل عصام زناوي وأيمن الهذري. مباراة مثيرة أكيد في انتظار جماهير المصرية والعربية والأفريقية، نهائي مثير لأول مرة يجمع الغريمين الشقيقين اللدودين الجارين الأهلي المصري والزمالك. أكيد ستتجه الأنظار إلى القاهرة لمتابعة هذه القمة. مباشرة إلى القاهرة الحارس الدولي السابق نادر السيد، أهلا وسهلا بك كابتن. كابتن عادل أهلا بك وتحياتي ليك ولكل الضيوف الأعزاء اللي موجودين في الاستوديو وكل المتابعين. طبعا نتشرف أن نتواصل معك، وكنا سعداء أكثر من مرة أن تكون معنا وحاضر معنا في البلاتو. لا حديث في الشارع الرياضي المصري إلا عن مواجهة الزمالك والأهلي، الأمر أكيد حتى في عديد الدول العربية بما في ذلك الجماهير الرياضية التونسية تنتظر بشغف هذه المواجهة. نادر السيد كابتن المنتخب المصري السابق وللعب في الأهلي ولعب في الزمالك، كيف تنظر إلى هذه المواجهة الساخنة الحاسمة؟ أولا أنا ببص للمباراة كلاعب سابق، فطبيعي جدا أنها تقييم المباراة كلاعب سابق، أن دائما مباريات الأهلي والزمالك زي بالظبط مباريات القمة ما بين الترجي وما بين الإفريقي، ما بين الترجي والنجم الساحلي أو النجم الساحلي والإفريقي والصفاقسي، يعني عندكم أربع ما شاء الله أربع أندية كبار، إنما دائما وأبدا الديربي هو ما بين الترجي والإفريقي زي ما هو الأهلي والزمالك، دائما مباريات الأهلي والزمالك مباريات الحسم فيها بيكون داخل الملعب، وخاصة بعد ما إن المستوى متقارب مفاتيح القوة والتقدم بتكون إلى حد ما قريبة من بعضها، إنما أنا شايف الحقيقة إن الفرص الفريق متساوية في المباراة القادمة. كأكيد كمحب ومشجع للزمالك بعد، لأن دايما أي لاعب بيعبر عن مشاعره وعن أحاسيسه كمشجع بعد نهاية مشواره في الكورة، فطبعا أنا أكيد كمشجع للزمالك ومتربي من أبناء الزمالك أتمنى إن شاء الله الزمالك يفوز. كابتن نادر السيد سؤال جوهري ومحوري، هل تعتقد أن المشاكل اللي مر بها فريق الزمالك على المستوى الإداري في علاقة بما حصل لرئيس النادي مرتضى منصور ستلقي بظلالها على أداء الفريق وسيكون لها تأثير سلبي ربما على تركيز اللاعبين وعلى الأجواء داخل فريق الزمالك المصري؟
كابتن، اكيد ما فيش اي لاعب او اي لاعب يتمنى يكون في مشاكل في فريقه، زي ما لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك ما تمناش ابدا ان في مشاكل، انما نادي الزمالك دايما كبير بجماهيره، يعني لان اللاعبين والرؤساء. طبعا انقطع الصوت مع نادر السيد، حبينا ناخذ رأيه بخصوص هذه المواجهة وينقل لنا الأجواء في مصر قبل 3 أيام صح التعبير عن لقاء القرن أو نهائي القرن كما لقب في مصر بين الزمالك والأهلي. مسي نزار. صحيح، معناتها كمباراة كنهائي كأس رابطة الأبطال من أقوى الفرق الموجودة على الساحل الإفريقية حاليا. كل شيء ممكن في المباراة هذه، ولكن الغيابات معناتها بالجائحة نتاع الكورونا عندهم 4 غيابات النادي الأهلي، ولكن هم مش أساسيين احتياطيين أكثر شيء، ولكن أهم حاجة هو بن شرقي من الزمالك اللي هو ما نجمش يلعب في المباراة هذه، معناتها هذا الظروف الحالية الموجودة. ولكن كمباراة كل شيء ممكن، 50% في الاثنين فرق، ولكن ما يخفاكمش اللي الزمالك توا حاليا في اوج العطاء نتاعها، معناتها ماخذه اساندون سيكولوجيك على الاهلي. واضح نصر بدوي، هل هي البطوله رقم 9 للاهلي المصري ام البطوله رقم 6 للزمالك حسب متابعتك للدوري المصري ولحظوظ طبعا واداء الفريقين في الفتره الاخيره؟ اللي هو مؤكد معناتها باش تكون مباراه 50-50، معناتها اليوم زوز فرق هذوما حاضرين على اعلى مستوى. ما تشاش الزمالك ربح الاهلي في السوبر كوب في الذهاب وفي وربحوا ايضا في البطوله، ربحوا في البطوله لكن ديما اسبقيه معنويه. فما تقاليد الاهلي المصري، تعرف عنده تقاليد نتاع النهائيات، انتصر في اكثر من نهائي تحب ولا تكره، معناتها نجم يخليه عنده افانتاج في كيفاش ينجم يتعامل مع النهائي هذا كما يلزم. اكيد ستكون العيون متجهه الى ملعب استاد القاهره صح التعبير، بما في ذلك طبعا المدرب الوطني منذر كبير اللي بيكون عنده متابعة خاصة لهذا اللقاء، علاوة على المباراة في حد ذاتها، لكن أيضا زوز لاعبين مؤثرين وهامين في المنتخب التونسي، نحكي على علي معلول في الجانب السياسي. صحيح، زوز لاعبين مؤثرين والإضافة نتاعهم كانت كبيرة في الباركور. اليوم إذا تشوف الأهلي وصل للفينال، سي علي معلول كان حاسم في العديد من المقابلات، بتسجيله ضربات جزاء، بتسجيله أهداف بكرات حاسمة. نفس الشيء في النصف النهائي وقت الزمالك خاسرين 1-0 مع الرجاء، ودخل شويه دوت فرجاني هو اللي رجع الفريق، هو فرجاني تسديده من عمل شيء، عمل ماتش كبير ان شاء الله. الخبره اللي باش ياخذوها والماتشات من نوع هذا تزيد تعطيهم اضافه على المستوى المردود نتاعهم في المنتخب. عاد جيت قباطين نقطه الهامه لا سمحني بالله، في بخصوص بسرعه نزار، في بخصوص الزوج جولات هذيك وصلوا اليوم الماضي 3 تاع العشيه، معناتها عندهم 3 ايام وثم تيست كوفيد قبل المباراه. أيه وصلوا، وهذه اشكاليه كبيره عندهم. وصلوا قال فما عطب في الطائره المصريه اللي كانت باش تخرج من تونس نهار 3، وقع طبعا تاخير العوده نتاعهم، لكن وصلوا سلامات واكيد باش يكونوا موجودين ان شاء الله في النهائي. عاد ما عادل اللي الاهلي والزمالك يعطيو للمنتخب 12 من لاعب، 6 من الاهلي و6 من الزمالك، هذا البرودوي نتاع الخدمه نتاع الجمعيات في مصر. والثاني حاجه معناها زوز فرق ما عندهمش اكثر من 2 أو 3 إترونجي باش يلعبوا لي فينال، معناها سي تريز امبورتون، 2 إترونجي معناها فرجاني ساسي واشرف بن شرقي اللي مش يلعب ممكن واحد، وفي الاهلي الو ليانك ولاعب علي معلول و زوز اجي 3 جونيور اجي جونيور، معناها هذا هو المشكل اللي جبدناه وطرحناه قبل. أو كيفاش نجموا نوصلوا للفينال من غير اجانب برشا؟ طرق العصاتي الحقيقه الريفاليتي ما بين الزمالك والاهلي تذكر بجانب ما بالبوكا والريفر اللي شفناه نهايه تاريخي بتاع ليبرتا دورس، وسيرتو انه لاول مره باش تلعب على ماتش واحد فاصل، سوف كي انه ممكن الكابتن نادر داود قال ان الماتش تلعب على نادر السيد نادر السيد تحيه نادر داود نادر السيد قال يتلعب اعتراف، لكن ثم يزم يعرفوا فما كواليس فما صناعه عالميه وبدات تخدم عندها نهارين باش تاثر برشا حتى في ليزاكوتي في الماتش هذا. فريد بن بلقاسم، مباراه متوازنه، الحظوظ متساويه، اكيد الاهلي عنده اكثر خبره من ناحيه النهائيات تاع الشامبيونز ليج،
ان شاء الله نتمنى نشوفوا زوج فرق تونسيه في المواسم المقبله يلعبوا نهائي كاس. نعود الى مصر واكيد ناخذ كلمه الختام من عند الكابتن نادر السيد اللي اعلنها صراحه رغم انضمامه في مقتل الاوقات الى الاهلي المصري، لكن انتمائه ثابت واكيد للزمالك. كيف تحكم على هذه الواقعه او الموقعه الرياضيه صح التعبير؟ اولا يعني بعتذر لانقطاع الخط، انما سريعا كابتن عادل، يعني كنت سالتني سؤال مهم، هل الفرقه بتتاثر بالمشاكل الاداريه؟ انا شايف ان الزمالك فريق كبير بجماهيره قبل ما يكون بالمجالس الاداره وباللاعبين، مع كل الاحترام لكل اللاعبين اللي لعبوا في الزمالك وكل مجالس الاداره، بدليل ان المشاكل بدات، ورغم كده ان فريق الزمالك وصل الى النهائي الافريقي، وانا شايف ان الحظوظ متساويه والخبرات متساويه، لان الخبرات موجوده في الفريق، في تاريخ الفريق وفي اللاعبين الموجودين على ملعب المباراه. فانا شايف الحقيقه ان الفرص متساويه، بل بالعكس، وليس تعصبا ولا تشجيعا للزمالك، ان فرص الزمالك، لان القوه الهجوميه عند الزمالك وقوه الخطوط، لو احنا قارنا ما بين خطوط الاهلي وخطوط الزمالك هتلاقي ان، مش هقول ان في فرق كبير، انما الاغلب او الافضل هو خطوط الزمالك، خاصه الخطوط الهجوميه اللي هي ممكن تصنع الفرق دايما في المباريات الكبيره والحلول الفرديه، لان خطط المدربين دايما بيبقى فيها تحفظ كبير جدا، انما بيبقى في دور كبير للاعبين اصحاب الحلول الفرديه، فالحلول الفرديه موجوده في الزمالك اعتقد اكثر من طبعا متمثله في اشرف بن شرقي، في ساسي، في مصطفى محمد، عكس الاهلي، ان ممكن يكون الفريق الجماعي في بعض الاوقات ليه مميزاته وليه سلبياته، لان لو ما قدرش ان هو يكون عنده حلول جماعيه بيكون عنده صعوبه في الحلول الفرديه. واضح. نادر السيد، تابعنا مباراه الكأس بين الزمالك المصري والنادي المصري، صعوبات كبيرة وجدها فريق الزمالك، كان متأخر بهدف مقابل صفر قبل أن يعود في آخر ردهات المباراة يسجل التعادل، ثم في الحصص الإضافية يسجل الهدف الثاني. هل كانت بروفة حقيقية قبل هذه المواجهة الأفريقية ضد الأهلي المصري؟ كابتن عادل، يعني أنا بتكلم بخبرات سابقة كلاعب، دايما المباريات اللي قبل المباريات الكبيره تبقى مباريات بتبقى اقل من المباريات الكبيره، يعني هي مش زي ما بتقول بتذكر ان هي بروفا، لا انا ما بعتبرهاش اي بروفا، لان كل اللاعبين تركيزهم منصب على المباريات الكبيره، فعايز يخلص المباراه دي بغض النظر باي كانت النتيجه، بس طبعا النتيجه تكون نتيجه فوز. انا بتكلم عن نفسي، انا كحارس سابق مع المنتخب ومع الانديه اللي لعبت فيها، من اقل المباريات اللي انا بلعبها دايما المباريات اللي قبل المباريات الكبيره، لان اللاعبين عايزين يخلصوا، هو ده ميزه الفرق الكبيره، ان يعني ممكن تكسب وهي في يعني اقل حالتها، مش هقول اسوء حالتها، في اقل حالتها، فالمباريات اللي قبل المباريات الكبيره دايما بتكون اقل ودايما بتكون اضعف، ودايما ما بتكونش بروفا قويه للمباراه، لان كل اللاعبين المخزون الذهني والمخزون البدني والمهاري والنفسي بيكون دايما منصب على المباريات الكبيره، زي ما شفنا مباراه الاهلي مع ابو قير الاسمده، فريق من الدرجه الثانيه، مع الزمالك مع فريق اف سي مصر، يعني المستوى كان اقل بكثير جدا من المنتظر، فعلشان كده انا بقول ان مباراه الاهلي والزمالك ومباراه البطوله منفصله تماما عن كل مباريات الموسم. نادر، قبل ما نختم معاك، اكيد كنا نتحدث قبل ان يقع الربط على المباشر معك من القاهرة من مصر عن الهجرة التونسية، هجرة اللاعبين التونسيين بهذا العدد الكبير إلى الدوري المصري، كيف تابعت وسائل الإعلام المصرية المختصة في الرياضة طبعا في كرة القدم بالتحديد هذه الهجرة التونسية للدوري المصري؟ ده تأكيد الحقيقة إن لا فرق أبدا إلا الحدود ما بين الدول العربية وخاصة دول شمال أفريقيا، يعني لو جيت شفت وبصيت هتلاقي علي معلول واحد من اللاعبين المميزين، يعني ويعتبر هو لاعب مصري، مصري الطباع ومصري الثقافه ومصري الاحساس، ونفس الموضوع بالنسبه لساسي، يعني ما فيش اختلاف كبير، ما فيش، وده الحقيقه كنا نتمناه ونطالب بيه كلاعبين، ان يتفتح المجال زي
زي ما اتفتح المجال مع الدول الأوروبية باختلاف اللغات، الدول الأوروبية الأسبانية والإنجليزية وغيرها وغيرها والإيطالية، ليه لأ؟ وإحنا الثقافة واحدة واللغة واحدة وحتى والأحاسيس والتقاليد والعادات كلها عادات واحدة. يعني لو أنا متأكد لو لاعب مصر لعب في تونس أو لاعب تونسي لعب في مصر مش هيبقى فيه فرق أبدا في التعامل في الثقافة. فهو ده تأكيد يمكن الإعلام المصري بيتعامل مع أساسي ويتعامل مع علي معلول كلاعبين، مع كل الاحترام والتقدير ليهم كلاعبين توانسة طبعا في المقام الأول ولاعبين مصريين، حتى الهزار حتى الأغاني حتى يعني أنا بكلم على حاجات خارج الملعب بتعمل يعني بتعمل قرب ما بين اللاعب وما بين الجماهير والإعلام. كابتن المنتخب المصري نادر السيد مشكور جدا، حدثتنا مباشرة من القارة، نتمنى التوفيق لفريقك الزمالك المصري ونتمنى الفوز لمن هو جدير بالصعود على منصة التتويج في النهائي الإفريقي المثير الجمعة القادم على استاد القاهرة. ترتيحة صغيرة فقرة أرجو الآن مع فؤاد مفتح ثم نعود ونكمل ما تبقى من مواضيع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة أرجل. بما أنه عنا مديدة على هالفقرة قلنا خلينا نرجع شوية للجمعات التالي. في حصة فرق منصر الوحيشي في حديثه على الاتحاد المنستيري قال القوة في التعامل مع الأزمة. ناندي بوانفور في النادي المنستيري عم ناول هو اللي في برشا جمعيات ماهوش موجود، سي لا جيستيون نتاع الكريز. مونتا نسيت حاجة مهمة جدا هي صديقنا الفيلسوف لسعد جرد. عندي فلسفة نلعب بها، الفلسفة ذيك نجم أنا نغيرها في التيران مع الملاعبية نتاعي، دونك ما نخافش. فلسفة تبدل، لكن المدرب عنده فلسفة ولا راهو ما تنجمش، أنت عندك استراتيجية ومدرب ما عندوش فلسفة اللي باش يتماشى معاك في الاستراتيجية نتاعك ما تنجمش تنجح. قيس قال تو الجمعيات عرفوا المستير. أنا أقول لك الجمعيات ما عرفوش برشا المستير. ما عرفوش برشا المستير. في نفس الحس صار كلاش بين مجيد القبانتيني وقيس اليعقوب، لكن أهم حاجة فيه هو تفاعل الناصر البدوي. لحظة عاد خش لا ما نجيبك أنا خش من سبيناص ملاعبي خش ما خش من سبيناص ملاعبي المرزوقي لا والترجي عنده في كتيف ريش إيش قلت لك أنا يا أخي نجيب حسب اللي خرج نجيب الستة السابعة. في الحصة الفرد عادل يولح وسامي المقدمي يسر. تصريح معناها تحويل عملة ناخذوه خدم من وزارة الرياضة. لا ناخذوه من وزارة الرياضة. هو البنك المركزي هو اللي يصرح. لا ناخذوه من وزارة الرياضة وبعد نهزوه للبنك نتاعنا والبنك نتاعنا هي اللي تقوم بالليفيرمون نتاعها هذاك على قدها مع البنك المركزي. هو اللي يبعث ايوه. فهمت. نحب نحيي ايضا الناصر بدوي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. الاثنين اللي فات كالعادة فريق التاسعة سبور يحتفل بعيد ميلاد الناصر البدوي. هو خبزة الجاتو من التاسعة على قد قلبك أنا كبيرة على المدخل فهمت. تحية للناصر البدوي. وفي مقارنة بسيطة بين عمنا والوسنة برشا حاجات تبدلت. هدية من عبد الكريم بن صالح للناصر البدوي. صورة شوف أمورك خويا وإن شاء الله عام الجاي ما تكونش الخبزة كعيبة كيك. كانت هذه فقرة أرجو، نتقابلوا إن شاء الله في الحلقة القادمة. والله ناصر يخمم في خبزة عام الجاي من توا على كل حال حتى كيك دخلت عليها يا ذنوبي. نرجع طبعا للمسابقات الإفريقية، نادي صفاقسي يعود بعد 5 سنوات إلى رابطة الأبطال، كيف استعد لهذه المواجهة؟ هذا التقرير أكيد يحطنا وصلت الأضواء عن آخر استعدادات سي اس اس لمرحلة زنجبار. بعد 6 سنين من آخر مشاركة لي في رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الصفاقسي يرجع من جديد خوض غمار هالمسابقة الموسم هذا. السي اس اس اللي ما سبقلوش التوج بالشامبيونز ليج ينطلق السبت الجاي في رحلة البحث عن أول تيتر ليه في دوري الأبطال والانطلاقة باش تكون قدام بطل زنجبار ميلانجي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. تحضيرات فريق عاصمة الجنوب للرحلة الإفريقية متواصلة من ساق حثيث تحت إشراف الثنائي بوجلبان وعماد بن يونس في انتظار التعاقد مع مدرب. أكثر من مباراة ودية أجراها الفريق للاستعداد كما يلزم الماتش ميلانجي.
ميلانجي الزنجباري فريق مغمور في القارة السمراء، ما عندوش تقاليد كبيرة في البطولة الإفريقية ومشواره ديما يتوقف في الأدوار الأولى. المعلومات قليلة عن الفريق الزنجباري، خاصة وأنه ما عندوش دراية كبيرة برابط الأبطال، وهو ما يخلي النادي الصفاقسي في أريحية. لكن على فريق عاصمة الجنوب عدم استسهال المنافس والاستعداد ليه كما يزن للعودة بنتيجة إيجابية تسهل له مهمته في الرطوب. رحلة السياسات للزنجبار باش تضم 22 ملاعب بعد تأكد غياب المتدرب الجديد الليبي محمد سولة، وكذلك تواصل غياب محمد علي منصف. بعد ما صفات الأجواء وتوقت الأزمة بتسوية وضعية جل الملعبية بتسليمهم جزء من مسحقاتهم، السياسات بمجموعته وخبرته الإفريقية قادر أنه يتأهل للدور القادم، لكن ديما الحذر واجب في مثل هالماتشوات. هذه الصور والمشاهد طبعا من مدرجات ملعب الطيب مهيري، اكيد جماهير نادي الصفاقسي تنتظر مثل هكذا فرحه في رابطه الابطال بعد غياب 5 سنوات بالتمام والكمال. نصر بتوي، عندنا مده نستناو في الكوبا هذه، جات فرصه اليوم كبيره برشا بالنسبه للنادي الصفاقسي باش يرجع المسابقه الافريقيه اللي هي حلم كل الصفاقسيه باش ينجم يتحصلوا عليها. ان شاء الله تكون البدايه موفقه. النادي الصفاقسي عاده نعرفوا يعرف يسافر في الفواجه هذوما، بالرغم انها باش تكون رحله طويله برشا باش يمشيوا معناتها السفره الاربع نتاع العشيه نهار الاربع للدوحه، ومن الدوحه ماضي ساعه نتاع الصباح في اتجاه زنزبار يوصلها 9 نتاع الصباح. معناتها 6 سوايع و6 سوايع فما 12 ساعه فول معناتها، لكن النادي الصفاقسي باش يمشي بكري عنده الوقت باش ينجم يعمل الريكوبيراسيون الكافيه باش ينجم يحضر مباراته كما يلزم. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الصفاقسي في المنافسه الافريقيه هذه، وان شاء الله يوصل لاعلى مراتب ويتحصل عليها. نزار خفير، والله بصراحه معناتها هذا كما قال خونا ناصر، البطوله الافريقيه وشنو تقول الشامبيونز ليغ الناس كل تستناو فيها في صفاقس، معناتها السي اس اس مجهزه روحها كما ينبغي. هذا جني الثمار نتاع الموسم الفارط، ما تنساوش خونا فتح جبال الموسم الاستثنائي اللي عملوا اللي وصلوا باش للشامبيونز ليغ ولعب حتى في معناتها في نهائي كاس، معناتها هذا المبتغى وصل له. الفريق قاعد يحضر كما ينبغي، يلعب قلت البارح مباراه كونتر ستاد تونيزيان وفاز 3-3 بلاش. تغيير مع خونا انيس بوجلبان وعماد بن يونس في الخطه التكتيكيه نتاعو، ولا مركز على اكثر اثنين لاعبين في قلب الهجوم اللي هما ايدو وشواط، رجوع شواط اللي هو مركز ديجا زوز بونت ضد ستاد تونيزيان، معناتها ثم نوعا ما حركيه ايجابيه من ناحيه الاداره. خلصوا المستحقات نتاعهم وترانش من المستحقات نتاعهم خير من بلاش، ولكن في حتى في الامور الفنيه في تحسن كبير ياسر. منظر كبير، اكيد اكثر واحد يكون سعيد هو المدرب الوطني عاده بعوده النشاط نحكي على المستوى الافريقي بعد ما تعذر على البطوله العوده. يعني زوز جمعيات الان في انتظار اتحاق الترجي والنجم الساحلي، اكيد عامل هام جدا لمتابعه اللاعبين الدوليين. واكثر من ذلك يعني اخر مقابله لعبوها في اخر شهر جوان، يعني جويليا واوت وسبتمبر واكتوبر، 4 شهور ما غير كومبيتيسيون. سي لو مومون باش ترجع، خاصه كومبيتيسيون بالديمونسيون تاع الشامبيونز ليغ. فما العديد من اللاعبين ينجموا يكونوا في المنتخب، دحمان شواط طعمامو ولاعبين اخرين، قد ما يزيدوا يقدموا في المسابقه هذه، قد ما باش ياخذوا تجربه ميدانيه افريقيا وتخول لهم باش يكون الباب تاع المنتخب ان شاء الله مفتوح. الاتحاد المنستيري بدوره يستعد كما يجب لدخول المعمعة الإفريقية من أوسع الأبواب. هذا التقرير يعطينا فكرة عن تحضيرات الفريق لهذه المسابقة الإفريقية. بعد الأداء المتميز اللي قدمه الاتحاد المنستيري في الموسم الفارط، تتويج كأس الحبيب بورقيبة واحتلال المركز الثالث في البطولة، أهل الكأس الاتحاد الإفريقي. الجمعة هذه تنطلق رحلة أول مشاركة قارية، الإنجاز اللي استناه برشا أحباء اليسام واللي يتمناو أنه تتواصل معه النجاحات والمفاجآت ويكتب فريق عاصمة الرباط اسمه أحرف من ذهب في خريطة كرة القدم الإفريقية. الاتحاد المنستيري وضعته القرعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول قدام اف سي فاسيل كريمال أثيوبي.
فاسيل كينيما كان يتصدر الدوري الاثيوبي برصيد 30 نقطة قبل ما يتم توقيف النشاط في شهر مارس فارط بعد 17 جولة بسبب جائحة كورونا، واليوم الفريق ما خاض حتى مباراة رسمية. إذا كان أولاد الأسعد جردة يستعدوا الخوض أول تجربة قارية لهم، فإنه الفريق الأثيوبي هذه ثاني مشاركة ليه في كأس الكاف بعد ما كان لعب الموسم الفارط وخرج من الدور الأول قدام أزام التنزاني، ربح 1-0 في الألي وخسر 3-0 في تنزانيا. الاتحاد المنسيري فاسيل كينيما جوز فرق ما يعرفوش بعضهم، وعلى هذاك زملاء زياد المجموم مطالبين باستغلال فرصة استضافتهم حوار الذهاب باش يخرجوا بسكور يأمن لهم ماتش الرتور في أثيوبيا. القائمة الأولية اللي حددها الاتحاد للمشاركة في السي سي ضمت 23 ملاعب أغلبهم من عناصر الموسم الماضي وستة من ثمانية منتدبين، مجموعة 90% منها باش تلعب أول مرة في مسابقة قارية وتأمل أنها تدخل الموسم الجديد من الباب الكبير. في الوقت اللي يستعد فيه فريق الاتحاد الدخول غمار المسابقة القارية كانت الهيئة المديرة على موعد مع أول مفاجأة، فريق عاصمة الرباط ينجم يخوض أولى مبارياته خارج المستير وبالتحديد في ملعب حمادي العربي بيرادس، بما أنه الهومولوجاسيون تاع ملعب مصطفى مجنات مازالت ما وصلتش من الكاف. الماتش باش يسافروا الحكم المغربي كريم صبري، وفي صورة أهل الاتحاد المنسيري باش يواجه في الدور المقبل نادي أهلي طرابلس الليبي. كيفاش ما يكونش التصفيق استثنائي والحديث عن الاتحاد المنسيري والجماهير من المنسير طبعا تحية لهم. طارق، مغامرة جديدة لفريق لم يلعب بالمسابقات الإفريقية لكن أظهر من الإمكانيات في الموسم الفارط الشيء الكثير. صحيح أنكم في تاريخ الاتحاد 10 سنين تالي بطولة عربية وقت المشاركة، الظرف يختلف لما على الورق كي نشوفوا احنا اللي دوني على الاكيب الاثيوبي لا مجال مقارنة، لكن اظن انه الاسعد جردة ادرى بالجانب هذا، يلزم الواقعية والساقين على القاعة خاطر الخارطة في افريقيا وماشي تتبدل. اليوم نسمع على عزام يونايتد وبرشا فرق راهم طالعين برشا في الخريطة، سوف كأنه ممكن التريو الاقوى في الاتحاد المنسيري خرج اللي هو موزاس واوكبوتو واكبادو لهنا، فما صحيح انتدابات جديده من في الاتحاد، لكن الانتجراسيون واسكو الملاعبين باش يكونوا في الفالور هذايا ولا نستغلوا الفرصه لهنا بالله والدين مع سي منذر. برشا تساؤلات من جمهور الاتحاد على ثنائي الياس جلاسي وبشير بن سعيد، ننقل لك انا الاسئله اللي هي اسكو انه حضورهم كان نوع من المجامله والتكريم للاتحاد على الموسم الاستثنائي، والا في الفيزور نتاع منذر الكبير ان شاء الله باش يكونوا ديزيليمون معناتها موجودين، خاصه انه خلينا نقول بصراحه زوج قله تو في الترجي واحد منهم يكون مش كومبيتيتيف وبارابور موسم بشير، ولا الياس جلاسي اللي يمكن ديسبوزيتيف تكنيك انا ما نجمش نتعمق معك برشا ما يدخلش في الاختيارات. هو التتويج للميريت نتاعهم لون دو لا سيزون تقريبا الاتحاد المنستيري لازمنا نرجعوا سنوات يكون 15 سنه التالي ما عطاه حتى لاعب للمنتخب، اليوم الياس جلاسي وبشير بن سعيد دخلوا وحضروا معنا التربص. الاشكاليه سكو ليش زلاسي في البوست نتاعو فما كونكورونس قويه برشا، فما ملاعبيه على مستوى الريليور فرجاني ساسي امين بن عمر بن سليمان بن محمد ما غير ما نسمي ملاعبيه اخرين اللي كانوا مش موجودين، دونك خلى اللي كانوا ما كانش محظوظ بالشيخ وان طون دو جو في زوز ماتشات اوفيسيال. لو كان جينا لعبنا الجورني نتاع مارس ولعبنا الجورني نتاع جوان ولعبنا الجورني نتاع سبتمبر وضمننا ترشح على بكري بتتر نعطيه ان طون دو جو للناس اللي ما لعبتش. كي تشوف انت مثلا ديلان برون ولا ياسين مريح اخر مقابله لعبوها مع بعضهم في شهر اكتوبر، واحنا كان عندنا زوز ماتشوات باش نحضروا بهم الماتش تاع تنزانيا الماتش اوفيسيال، دونك سي بور سيت ريزون انت عندك كان خمسه شونجمونات في مقابله ما تنجم تلعب كان 15 ما تنجمش واحنا 26، وقت انت تلعب 16 ملاعبي اكيد فما 10 ملاعبيه مش باش يشاركوا، وهذا عدد المقابلات قليل زوز مقابلات ما تنجمش تعطي طون دو جون للناس الكل. نرجع طبعا مع عبد المجيد قوبرتيني ومشاركه الاتحاد المنسيري في هذه المسابقه الفريقيه. اليوم ساعه الاسعد جده كنت في مكالمه هاتفيه اكد لي ان المقابله باش تكون في المستير، ومعناها لان الطاقم التحكيمي والفريق الاثيوبي موجودين في فوتيل المستير، دونك فاليداسيون تاع التيران للاسف قعدت برشا، وهذه من المشاكل اللي نعانيو بها البلديات في اخر وقت باش تاخذ وقت باش تصلح كان تيجي تعمل لي ترافو وعندها مده. من ناحيه ثانيه الفريق هذايا معناها يلزم اوفيسيلمون مازال ما وصلش يعني القرار تاع الاتحاد الافريقي، اما ما دام موجودين الملعب المناسب باش يحتضن المباراه، لكن كل
احتمالات وكل يعني التكهنات ماشيه في اتجاه انه المنسير تحتضن هذه المواجهه. الفريق فاسيل الاثيوبي ما عندوش خبره كبيره، نفس الشيء بالنسبه للاتحاد المنسيري، والاتحاد المنسيري مضطر باش يعمل ريزولتا بسكور هنا. علاش؟ خاطر طارق تعرف الالتيتيود غادي في هذه السبابه معناتها عاليه برشا، دونك لوبسيون تاع المنسير باش يزمو يحقق نتيجه عريضه في بلاده تفاديا للمشاكل تاع الجمهور والالتيتيود. هذاك علاش يزمو يعمل فريد بالقاسم شو تضيف؟ الاتحاد المنسيري في كلمتين له من الامكانيات باش ينجم يتجاوز الفريق الاثيوبي، وان شاء الله نشوفوا الاتحاد المنسيري اللي فما استقرار كبير على مستوى على جميع المستويات في الفريق، ان شاء الله نشوفوه يمشي في المسابقه هذه الى اقصى ما يمكن. هذا ما نتمناه. طبعا فقره الشبروخه نوسى عزيزي لبيب الفاطمه واحمد عباس. مرحبا بكم في التسعة سبورو، بالتحديد في روبريك شمروخة. خارجين اليوم من الشارع التونسي باش نسألوهم قداش طول استاد رادس وقداش عرضه وقداش يهز، وزاد استاد المنزه قداش يهز وقداش طول الكاج وعرض الكاج، والأسئلة الكل تخص السبور. برا نمشيو مع بعضنا وإن شاء الله ما يحشموناش. باهي اسمعني، قداش طول ملعب رادس؟ 120 متر. والله ما قصتوش على قد جواب غلط باش تجاوبوا بالغلط باش تزغرت. قداش طول استاد راد؟ 12 كيلومتر. قداش عرض استاد راد؟ عرضه كيلومتر واحد. قداش طول استاد راد؟ 1000. قداش يهز استاد راد؟ 10. قداش يهز استاد المنزه؟ 2 متر، خاطر مش كبير برشا هو كيف راد. هادي يمشي تضحكي، انا نخدم وانت تضحكي. 3 كيلومتر. 3 كيلومتر. باهي قداش عرض استاد راد؟ 4 كيلومتر. 4 يعني طوله 3 وعرضه 4. باهي قداش هي استاد المنزه؟ ما تقفش. 54. اهبط صحيح. قداش عرض الكاج نتاع استاد؟ 700. قداش طوله؟ 300. هكا عرضه 700 و 300. طيب تحشيكم البارح. امشي امشي. لا. عرض الكاج نتاع استاد راد؟ ما عنديش فكرة. قديش طول استاد رادس؟ استاد رادس عندنا احنا استاد لهنا. قديش عرض استاد رادس؟ 20 متر. 20 متر استحضاركم هو. باهي قديش طول الجول نتاع رادس؟ 7. قديش عرضه؟ 7. هاك؟ الكاميرا تحصل لها. باهي قداش يرفع استاد رادس؟ نيروني كل مار بومبا. لما كلمة مزيانة قلها. أحلى أمي. إيش طيب تحشيك من البارح؟ ما مرقة بروكل. بنينة ولا ماست؟ ماست، شريت شابات. قداش طول الجول نتاع استاد رادس؟ 10 متر. اسمع أخدي زغرت. عرضه 2 متر. زغرت. وعلى استاد. قداش طول استاد رادس؟ نقولوا 50 متر. قداش عرض استاد رادس؟ 40. قداش يهز استاد المنزه؟ 60000. 60000. استاد رادس قداش يهز؟ ديما نقولوا 40000. ويدي نور عشي يدي مشي نور عشي. قداش طول استاد رادس؟ يا ولدي وين نعرفوا؟ وين نعرفوا السبور طوله؟ ما نعرفوش. ولا عمري حطيت فيه ساقي. مالا تزهر. قداش يهز استاد المنزه؟ ميات ميات والاف. انا هو اول تيرا عملوه بالغازون المنزه. وقت ايه؟ 1960. كمل كمل. ما عادش نجم هكا هاو شناير. قداش طول استاد رادس؟ ما نعرفوش. قداش عرض استاد رادس؟ ما نعرفوش. ما نعرفش. ما نعرفش. ما نعرفش. قداش طول استاد رادس؟ امشي امشي. 120. 120. امشي. قداش طول استاد رادس؟ ما نعرفش. ما نعرفش. عندي لك ما نعرفش ما نفهمش. قديش طول ملعب رادس؟ هكتار و50. هكتار و50. تحبك غدر مش وصل الكاج. مرحبا بكم طبعا اشبال المنسيري، اكاديميه اشبال المنسيري وزياد المسيري اسم على مسمى. مرحبا بك. يعيشك. شكرا لك سي عادل ومشكور على الدعوه، وشكرا للقناه التاسعه
اللي اعطتنا الفرصه باش يعطيكم الصحه وانتم مشكورين على الورد والزهور. يعطيك الصحه، مشكور جدا طبعا، منورين وتبارك الله. وليدات يعملوا كيف، واذا فما معناها نجاح في المنستير واكيد يلقي بظلاله حتى على الاكاديميات، وهذا صحيح. دليل على هذا النشاط وهذه الحيويه. فضل. صحيح. دونك نقدم روحي قبل كل شيء، زياد مستيري مدير الاكاديميه، استاذ تربيه بدنيه، وكانت عندي تجربه قصيره في التحكيم، عندي تجربه قصيره في التحليل الرياضي في الاذاعات الجهه غادي في مستير سوسه. بالنسبه للاكاديميه، من 2011 اسسنا الاكاديميه، كل عام خريج الدفعه انت بتاع 2011 دونك اللي عندهم قاعدين يعيشوا مشاكل بالضبط ويستناوا التوا في عمليه الانتداب. صحيح. دونك لقيت الحل انك تحل اكاديميه بالضبط. حل على الاقل افضل من البطاله، وظفت الخبره نتاعك وتجربتك وقرايتك في المجال هذا. دونك من 2011 قلت قاعدين نقدموا كل عام، قاعدين نحسنوا، نحاولوا نحسنوا من البرودوي اللي قاعدين نقدموا فيه. بالنسبه للمدربين، عندنا من خيرة المدربين سي قد عندكم مدرب؟ عندنا ثلاثة مدربين، سي منصور، سي علي، وسي ماهر. ما عندهمش القاب، بس سميهم كاملين. سي منصور سي علي، سي منصور رحيم، سي علي سخيري، وماهر مستيري. صحيح ليهم الكل طبعا. دونك ناخذوا الصغار من 4 ل 14 سنين، نبداو جروب نتاع 4 5 سنوات. ديما الصغار هذوما نبداو بكل شيء، سوفورم دو جو، يجيو باش يلعبوا باش نغرموهم في بالفوتبول، هذا الاوبجيكتيف سيرتو في العمر هذاك. ثم بعد 6 7 سنوات نخدموا اكثر على الجانب الفني، تكنيك اكثر، ما نحكيوش برشا على التكتيك في العمر هذا وعلى والا على الجانب البدني، اكثريه تكنيك، كورديناسيون وكذا. فما توفيق بين القرايه والممارسه الرياضيه. بالضبط، قاعدين نشجعوا فيهم ديما. ان شاء الله الجمعه الجايه باش نحلوا ملف تاخير او ايقاف نشاط يعني بطولات الشبان اللي ترك حيره كبيره ونقطه استفهام كبيره، سنعود اليها بالتاكيد ان شاء الله لحياه ربي في الاسبوع القادم. تفضل. بالضبط. قاعدين نشجعوا في المتفوقين دراسيا، ديما نقدموا لهم هدايا شهايد، ديما في تواصل مع الاولياء، نتبعوا الجانب الدراسي مهم ومهم جدا. نخدموا ديما في الويكاند، نخليه الصغير يركز اكثر في القرايه في وسط الاسبوع، باش يجينا في اخر الاسبوع يخرج. ديما فهم مشكل تاع توقيت مدرسي. صحيح بالضبط. ولو انه اليوم يلعبوا يقراوا نهار ويرتاحوا نهار. لان تحلت شويه المشكله في ما احنا ديما ندربوا في الويكاند، باش صغير يخرج طاقه سلبيه بتاع اسبوع كامل. فما بطولات شاركوا فيها؟ فما بطولات شاركوا فيها بالضبط، دورات و بطولات رسمية لا. بالنسبة للأكاديمية، إيه على الدورات، نحكي على الدورات بين الأكاديميات، مباريات كل شيء. قاعدين يعملوا في نتائج ممتازة، بالرغم اللي ما نحكيوش برشا عن نتائج في العمر هذا، الحقيقة مهم هو التكوين. صغير يجينا دوب ما يجي نعملوا له تيست، نشوفوا النيفو نتاعو، اسكو نيفو عالي يمشي للجروب نتاع البيرفورمانس. إذا نيفو طايح شوية نخدموا على في الابرونتيساج، يتعلم الباز ومن بعدها ينجم يلتحق بالمجموعه الاخرى. كل صغير يجينا عنده فيشه نتاعو، تبعوا ديما تتحين الفيشه هذه، دي ريونيون تكنيك مع المدربين، اذا فما مشاكل في السلوك او مشاكل في الانضباط نحاول نحلوها مع الاولياء، ديما في تواصل مع الاولياء. اذا فما مشاكل فنيه نحاولوا نحلوها وحدنا كاطار فني. بعد التيست من الاول يصير، بعد شهرين او 3 اشهر نعاودوا تيست بنفس لي كونديسيون باش نشوفوا اسكو قدم صغير في معناتها باش نقارنوا ما بين التيست الاول والتيست الثاني باش نشوفوا مدى التطور نتاع الصغير فنيا. كل الدورات والتدريبات قاعدين نوثقوا فيهم الحقيقه، باش من بعد نتفرجوا على لي فيديو ونحاولوا نصلحوا بهم. ونوجه تحيه للفوتوغراف نتاعنا موجود معنا، تحيه ليه طبعا، اللي ديما وتحيه للاولياء، والاولياء سورتو اللي اعطت ثقتهم فينا وقاعدين يتنقلوا معنا في كل الدورات والمقابلات. تعرف الجانب النفسي مهم ياسر، ديما ناطروا الصغيرات نفسيا كيف ما قلت لك، ديما احنا في تواصل مع الاولياء. نقطه وحيده
قبل ما نختم نحب نقول حظ موفق للاتحاد المنستيري في اول تجربه ليه في الافريقيين. اكيد حظ موفق لابناء الاتحاد مثل ما هو الحال ايضا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، زوز فرق يدخلوا المغامره الافريقيه ان شاء الله يا ربي من الابواب الكبيره. سي منظر، رايك في هذه الحركيه اللي عملتها الاكاديميات اليوم؟ ما عادش عندنا بطاحي، ما عادش فما اماكن الناس تكور فيها، عندنا مشكله فقر كبير على مستوى البنيه التحتيه، وربما الملجأ نتاع الصغيرات هذه في مختلف ربوع الوطن في هذه الاكاديميات. توجه عالمي ماهوش كان في تونس برك، ليزاكاديمي رجعنا على مستوى الخمسه وسته سنوات على نبداو على بكري. فك العمر هيك وعنده الاليات نتاعو وعنده الحاجات اللي تخدم، حاجه برشا. والحاجه اللي تفرح سيكو لا كاليتي نتاع لي زونكادرور، ناس بشهايدهم وناس اساتذه عندهم لا بيداغوجي، عندهم لا بلانيفيكاسيون، يحس اللي ولدوا بين ايادي امينه. ان شاء الله هذا يتواصل ويعطي سورتو دي تالون للانديه باهي ان شاء الله. فريد، بطبيعه الحال تكوين قاعدي عمل يعني علمي اكثر منه، والوليدات هذا معناتها جاتني معناتها نعطيهم فرصه باش يتعطاوا رياضه كيف ما قال معناتها سورتو في اللي ويكاند باش يخرجوا كل الطاقه نتاعهم وباش يعني يتنفسوا شويه. طارق، تحس فما ستاف كامل، متابعه نفسانيه، متابعه بيداغوجيه، متابعه فنيه، متابعه تكتيكيه، يعني تطورت حتى العمل نتاع الاكاديميه تطور. الاخ زياد معناتها يحكي بمنهج علمي واضح، وما شاء الله فما برنامج عمل، لكن ان شاء الله على قريب نشوفوا برودوي لمنفعه الاتحاد المنستيري وما برشا كيبات في جهه. حبيت نسالك انا، بديتوش تخمموا على الاقل فما بالضبط؟ احنا تقريبا كل الاصناف نتاع الاتحاد المنستيري فيها الاولاد نتاعنا في الاكاديميه، عندنا حتى في الميني فوت، في الميني فوت فرق الجهه بدون ذكر اسماء، فما فرق الجهويه اللي النيفو نتاعهم اقل شويه، نحاولوا نزوم الفرق الجهويه غادي بحذانا في المستير. يعطيك الصحه زياد المستير، اكيد تحيه ليك وتحيه لكل الشبان اللي جاونا من المنستير، اكاديميه اشبان المنستيري. الشكر موصول طبعا للمنظر الكبير المدرب الوطني، يكون سعيد جدا بوجودك معنا، واكيد حاولنا نتحدث عن تجربتك مع المنتخب التونسي، مسيرة المنتخب، وإن شاء الله حظ موفق لنسور قرطاج في باقي المواعيد، خاصة مع تصفيات كأس العالم اللي تنطلق إن شاء الله في شهر مارس. أيضا شكر موصول لفريد بن بلقاسم والإعلامي الزميل والصديق القدير طارق العصادي. يعطيك الصحة ناصر البدوي، عبد المجيد قوباتيني، نزار خنفير، والشكر موصول لأحلى مشاهدين. نلقاكم بإذن الله تعالى الاثنين القادم، منه لا إلى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء وتصبحون على محبة.